السلام، مرحبا بكم في فلوغ 24 من الحياة المملة ديالي اللي عجبتكم. وما تنساوش إلا جاك هذا الفلوغ ممل عرف بلي راه عندك الحق. مشينا. في يوم من الأيام في واحد القارة من القارات قاسمة عليا ما بيا وهي الصينية، تلقيت راسي كنتفرج في مستر بين ناري على ملال كان قاتلني في القهوة. إخوان غير باش تكونوا فاهمين، شربت قهوة في قهوة، غالا تقولوا حتى حنا ما كنحققوش الأحلام ولا ما عرفت شنو. المهم إخوان كنتفرج في مستر بين باش نحيد الملل، شوية قلت أجي نطلع نشوف الطواليت ديال القهوة أول مرة جيت لها باش نحيد شوية الملل وصافي. تميت طالع على نيتي باش نشوف الطواليت ديال القهوة كيفاش دايرة. صافي وصلت الطواليت ديال القهوة خوتي، المهم دخلت معاك باش نشوف راسي في المرايا، حققت الامنيه، شفت راسي في المرايا اخوتي، صافي ما كاين ما يدار وانا نرجع في حالي، هبطت مع الدروج باش نمشي نرجع نتفرج في مستر بين على واسا نحيد الملل وصافي. وانا خارج عيط لي صاحبي قال لي انا جاي عندك الموطور، بغيت نوض واش قام لي هذا، قال لي خلي عندي النظاظر، قلت لي لا ما نخليهمش عندك، قال لي ولا تتخليهم عندي، قلت لي لا ما نخليهمش عندك، قال لي ولا تتخليهم عندي، قلت لي ما نخليهمش عندك، ولا تفكر بلي انا ما كنبانش اصلا، قلت لي صافي يلا خذهم يعني. صافي قنات التويجي عندي صاحبي، قلت لي يلا نمشيو ناخذ واحد السروال من عند صاحبنا اخر، قال لي علاش واش عندك شي سواري ولا شي لعبه، قلت لي لا بغيت نحيد الملل وصافي، ما محتاجو ما والو، بغيت ناخذ داك السروال اللي عندي تيبغيو نعطيه ليه باش نحيد الملل. صافي شدينا الطريق عند الدري صاحبي باش ناخذ السروال. اخوان جاني الملل ونقول ليه عطاني نسوق على واسا نحيد شويه الملل وصافي، داير سينيال على اليمين واخا انا غادي نيشان باش نحيد الملل. صافي عطيتو عاوتاني هو يسوق باش نحيدو الملل، وصلنا لهذاك الجامع اخوان، وصلت باش ناخذ السروال خوتي، سلمت عليه جاني الملل ما عرفتش كيفاش نسلم عليه. صافي بدينا كنتخالفو ما كاينش ما يدار، صافي تسالمنا وانا نقول للدري صافي يلا رجعوا في الطاكسي. رجعنا في الطاكسي باش نحيدو شويه الملل وصافي اخوتي، المهم سمحوا لي قتلتكم بهذا الملل، الملل وكاين هادشي اللي كاين. صافي هبطنا الطاكسي، هبطنا من الطاكسي وحنا نمشيو جهه الموطور باش نشوف الموطور اخوتي. صافي رجعنا للموطور وحنا غاديين اخوتي، بالي الرادار. صافي بقينا غاديين بشويه، واحد شويه ويكسل، قلت لي لا صاحبي الرادار. صافي واحد شويه الموطور وجا الملل بدا غادي الراس، وعرفتي واعر هاد العباد يا خوتي، اش كاينه اش كاينه. وصلنا للدرب ويقول لي حلق اجي دخل ريح معانا، قلت لي من الخير نحيدو معاكم شويه الملل. صافي بديت كنضرب الكرسي باش نحيد شويه الملل، درت باش نهضر معاهم لقيتو عاطيني بالدار، ناري الممل تطيب الدار. صافي نط حالاتي يا خوتي ما تسرطاتش ليا، او نتوما ما نحيدو معاكم لا ملل لا والو، ويعيط ليا قلت لي وصافي اخر مره ديروا لي هادشي هذا. صافي رجعت جلست عاد هاد الملل ما كرهتش نجلس انا نحسن ليا ونقول انايا باللي راه عجبتني الحسنه اللي درت ليا انايا. المهم يا اخوان بديت كنزعل باش نحيد شويه الملل لو. صافي بديت كندور، واحد شويه وقال لي اجي نحسن لك، قلت له ولا الصاد، قال لي فابور اجي. الله واخيرا نحسن ونحيدو الملل وفابور من الفوق. ما فكرتش لقيت راسي جالس في الكرسي الاخر اخوتي، هو يقول لي اجي نغسل لك شعرك، قلت له اوه، قال لي فابور، قلت له مشات نحيدو معكم الملل وصافي. جلست في هذا الكرسي هذا اخوان، المنظر الوحيد اللي بقيت كنشوف من غير البروده هو العيبه هذه. صافي اخوتي سالينا غسلت مشات مزيان كلشي هو هذاك، وانا راجع شعري كيقطر ناري اخوتي ما مسحتش مزيان، وانا نصيفطو يجيب لي واحد الفوطه من الدار. صافي واخيرا اخوتي جاب لي الفوطه. المهم اخوان سخسخته هو اللي بان لي حيد الملل ماشي انا، المهم عادي هو الحلاق ديالي اخوتي اش كاينه اش كاين. المهم اخوان هنا فكرت نبان، قلت لي غنحسب على ثلاثه، واحد والله صاحبي تمالك اصاحبي على هادشي هذا. المهم اخوان هو اللي درق لي وجهي قال لي ما تبانش هاد الحلقه هادي حتى المره الجايه. صافي اخوتي من الخير اخوتي اسمحوا لي، ولكن راه بديت كنعيط شويه من الملل اللي كنحس به. صافي مع سلامه هدرت راسي زدت باش ما يقولش لي خلصني ياك فابوره. وما تنساوش قولي لي شنو هي المدينه اللي الا جيت لها نقدر نحيد شويه من الملل اللي كنحس به، وما تنساوش بارطاجيو باش اللي فيه الملل يزيد يجي الملل.